حلب التي كانت في السابق عاصمة سوريا الاقتصادية تعرضت لدمار كبير أتى على بنيتها التحتية ومنشآتها الاقتصادية. أكثر من 2000 معمل دمر في المدينة حسب تقديرات الأمم المتحدة، ما دفع الكثير من المصنعين إلى نقل أعمالهم إلى مصر أو تركيا. قبل الحرب كانت سوريا تنتج 380 ألف برميل من النفط يومياً، لكن إنتاجها تراجع بنسبة 80%، ما أثر على عائدات النفط الذي لم يعد يصدر إلى أوروبا بسبب العقوبات الاقتصادية الأوروبية ضد دمشق. وكنتيجة لذلك تراجع الناتج المحلي لسوريا الذي بلغ عام 2010 44 مليار يورو بمقدار الثلثين في عام 2013 حسب المركز السوري للأبحاث السياسية. كما تعرض نصف المستشفيات وسيارات الإسعاف إضافة إلى 3000 مدرسة للدمار، ويتطلب إصلاح شبكات المياه والكهرباء وأنابيب الغاز 4 مليارات يورو، إضافة إلى أن ذلك يحتاج إلى سنوات عديدة. التقديرات تذهب بين 3 إلى 10 سنوات، هذه تقديرات لخبراء من الأمم المتحدة ومن منظمات أخرى، لكن الأمر يتعلق بالسلام، بالسلم الاجتماعي والسلام بشكل عام. وتنصب الأمال الآن في التوصل لحل سياسي للأزمة من أجل البدء بإعادة بناء ما دمر في سوريا.